السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتورة مها البدري سي بي سي. هنتكلم في سلسلة عن الابديت اللي حصل في 2023 في كتاب الـ ICD-10 CM وكتاب الـ CPT. الشابتر اللي هنتكلم عليه هو تشابتر 5. تشابتر 5 مسؤول عن الـ Behavioral and Mental Disorders، كل المشاكل اللي بتحصل المنتل عقلية أو تبع السلوك محطوطة في تشابتر 5. تشابتر 5 مميز قوي إن هو واخد حرف الاف، واحنا اتفقنا إن احنا نحاول نركز في الألفابيتيكال بتاع الأكواد لكل تشابتر عشان بتساعدني كتير. ايه الأكواد اللي اتحطت جديدة؟ الأكواد خاصة بكونديشن اسمها الديمنشا. طب الديمنشا دي عبارة عن دياجنوزيس؟ صراحة الديمنشا دي مش دياجنوزيس، انا اقدر اقول عليها umbrella term. يعني ايه umbrella term؟ يعني مظلة او مسمى او لفظ بطلقه على مجموعة symptoms، بلاقي المريض عنده symptoms دي مع بعض فبقول ده عنده dementia. نتيجة under condition، يعني في سبب هو اللي سبب له symptoms دي مع بعض. عندي اسباب كتير قوي للdementia. طب ايه هي symptoms؟ symptoms ممكن يكون عنده مشكلة lose of concentration، lose of memory، يبدأ ال behavior بتاعه يتغير، يبدأ ال skills الأساسية اللي هو كان بيعملها بتدخل مع life day بتاعه، بدأ يبقى فيه حاجات هو مش عارف يعملها كويس، مش aware بال place أو بال time. كل دي حاجات symptoms نقدر نحطها تحت term dementia. اللي يهمني عشان أربطها دلوقتي بالأكواد اللي اتحطت جديدة إن الديمنشيا ليها types وليها stage أو according to severity، متقسمة على حسب severity بتاعتها. الديمنشيا متقسمة types بتاعها على حسب الكونديشن اللي سببت في الديمنشيا دي. ايه هي types وايه هي درجة severity بتاعتها هناخد مع بعض. هنتكلم على type على حسب الكلاسيفيكيشن وتقسيمة كتاب الـ ICD-10. جي على الجزء بتاع الديمنشا وقسمهم لي 3 كاتيجوري. ايه التلاتة كاتيجوري؟ F01 F02 F03. F01 التايب بتاعه اسمه Vascular Dementia. Vascular Dementia معناها ان المريض ده عنده condition، مشكلة في الـ Blood Vessels، زي مثلا عنده Hypertension وما تحلتش، او عنده مشكلة في اريزميا، او مشكلة في الارتري سيريبرال ارتري، whatever المشكلة اللي هيجيبها لي هي vascular. فبالتالي الكود F01 مسؤول على اول تايب هو الفاسكولار ديمنشن. تاني واحد F02 اسمه other specified dementia other specified، يعني اي حاجة تانية غير الفاسكولار ديزيز، زي مثلا الالزهايمر، الهايبركالسيميا، الهايبوثايروديزم، اي حاجه، كل حاجه كونديشن عملت الديمنشيا دي هختار من F02. امال F03 ده مسؤول عن ان سبيسيفايد ديمنشيا. الدكتور لما كتب لي في التقرير بتاعي كتب ديمنشيا بدون اي تفاصيل زياده. علشان احدد التايب لازم الدكتور يكتب لي الكونديشن اللي سببت ده عشان اختار على حسب الكاتيجوري اللي عندي. تاني حاجة لازم تعرفها هي السيفيريتي. ليه؟ لان الكود بتاع F01 و F02 و F03 ده كاتيجوري متقسم تحت سب كاتيجوري، كل كاتيجوري متقسم على حسب السيفيريتي. مش كل الناس اللي عندها ديمنشيا او بتنسى او عندها مشكلة في التركيز بنفس الدرجة وبنفس الاستيعاب، لا، عندهم السيفيريتي بتاعتها مختلفة. فانا بقسم المرضى هي مايلد، هي مودريت، هي سيفير. بالتالي الاكواد F01 F02 F03 انا بختار على حسب التايب وانزل تحت للسب كاتيجوري عشان اوصل هي اي درجة السيفيريتي بتاعها، هل هي مايلد، هل هي مودريت، هل هي سيفير، او هي unspecified. بمعنى ان الدكتور ممكن يقول لي التايب لكن ما يكتبش السيفيريتي بتاعتها.
كل ده بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الدكتور، بيعمل clinical judgment، يعني الدكتور أو البروفايدر هو اللي لازم يقولي التايب وهو اللي لازم يقولي السيفيريتي. لو الدكتور ما ذكرش التايب بختار F03 اللي هي unspecified dementia. لو الدكتور ما ذكرش السيفيريتي بختار التايب المناسب للحالة وبعدين أختار الكود اللي هو unspecified severity. الجايدلاينز الوحيدة اللي هنتكلم عليها حالا في الجزء ده، لو عملت admission للمريض بدرجة severity معينة للديمنشيا، بمعنى ان هو دخل عنده vascular dementia اخترت من F01 والسيفيريتي بتاعتها mild، نزلت اخترت الكود المناسب، وهو خلال الادميشن بتاعي اتحول لمودريت، انا بختار كود المودريت فقط، بختار الهاير سيفيريتي فقط، بحط one code of highest severity. هندرس مع بعض على الاكواد عشان نثبت المعلومة. زي ما احنا شايفين مع بعض عندي 3 كاتيجوري، F01 مكتوب جنبه vascular dementia، عندي F02 مكتوب عليها الديسكريبشن بتاعه dementia in other disease classified elsewhere، تالت كود او تالت كاتيجوري بمعنى اصح F03 unspecified dementia، الدكتور كتب dementia فقط ما كتبش اي معلومة تانية. هل في جايد لاينز تانية غير اللي انتوا قلتوها فوق؟ ممكن يكون في جايد لاينز، بس انت ككودر وعارف جنرال جايد لاينز كويس قوي وبتعرف تقرا الاكواد والنوتس اللي تحت الاكواد، فانت بالتالي مش مهم ان انت تعرف الجايد لاينز. وليكن عندي الكود اللي اسمه F01 اللي هو اسمه vascular dementia، شوف كاتب لك ايه تحت، كود first underlying condition of cerebrovascular disease. لو عنده cerebrovascular disease احنا متعودين كلمة code first معناها ان ايه؟ ان الكود ده بتاع cerebrovascular disease ده هيتحط الاول وبعدين تحط الكود بتاع الديمنشيا على حسب السيفيريتي بتاعتها. يبقى انت مش محتاج ان انت تعرف المعلومة، ليه؟ لانها موجودة تحت الكود. زي ما انتوا شايفين مع بعض وليكن بصوا معايا كده F01.51 معناها ايه؟ معناها unspecified severity. وعلى فكرة الكود ده جنبه مكتوب 6، معناه ايه 6؟ معناه ان الكود اسمه F01.51 It's invalid code، invalid code ما اقدرش اخده. طالما مكتوب جنبه 6 يبقى لازم يبقى عندي 6 character، يبقى اول كود اسمه ايه؟ F01.511 vascular dementia unspecified severity، يعني الدكتور ما قالش درجة السيفيريتي بتاعتها. وزي ما انتم شايفين العلامة الأسود اللي جنبها الدايرة السوداء دي معناها ان ده كود جديد لسه محطوط. طب بصوا معايا كده على الكولوم اللي بعده F01.8، اقروا معايا اسمه ايه؟ vascular dementia السيفيريتي بتاعتها ايه؟ mild. ده الكود الفاليد؟ لا، is invalid code. ليه invalid code؟ عشان كاتب لك جنبه ان انت محتاج 5 كاركتر. هل F01A 5 كاركتر؟ لا، دول 4 كاركتر بس. F و1 و0 و8 4 كاركتر، انا عايز 5 كاركتر. يبقى اول كود valid هو اللي محطوط جنبه دايره سوداء ده اللي هو معناه انه كود جديد F01.A0، معناه انه عنده vascular dementia mild، ويبدأ يفرق لي هو mild بس معاه behavioral disorders disturbance، عنده psychotic disturbance. ال F01.A1 هل معاه هل معهوش وهكذا زي ما انتوا شايفين. بعد كده عندي ال F02 معناها dementia of other disease classified elsewhere. هل هو قال لي حالا نوع الكونديشن اللي سببت في الديمنشيا؟ ما قالش حاجة. أمال أنا هجيبها منين أو هعرفها منين أو عشان الريبورت بتاعي يبقى كامل وأنا ما بحفظش جايد لاينز؟ مكتوب تحت الكاتيجوري على طول كود فيرست، مين؟ الـ underlying physiological condition. اكتب السبب اللي عمل الديمنشا دي الأول، كود فيرست. فلو مريض دخل بديمنشا نتيجة الزهايمر هحط كود الألزهايمر G30 وعلى حسب نوع الألزهايمر اللي عندي، وبعدين كما F02 على حسب السيفيريتي.
لو المريض تاني معايا ركزوا عنده مالتيبل سكلروزس، يبقى هنحط الكود بتاع المالتيبل سكلروزس الاول اللي هو اسمه G35 وبعد كده كوما F02. كذا على حسب السيفيريتي. اخر كاتيجوري معايا F03 unspecified dementia، بمعنى ان الدكتور ما قاليش نوع الديمنشيا، وهختار برضو انزل تحت للسب كاتيجوري اختار على حسب السيفيريتي، هل هي unspecified، هل هي mild، هل هي moderate، هل هي severe. كده انا ما عنديش جايد لاينز جديده ممكن احفظها، لكن عندي مجموعه اكواد لازم افهم هي بتطلع ازاي، لازم اطلع التايب، لازم اطلع السيفيريتي بتاعتي عشان اقدر اختار الكود المناسب، لان الكاتيجوريز متقسمه تحتها سب كاتيجوري على حسب السيفيريتي. اخر سؤال معايا، لو مريض عنده الزهايمر with dementia مجموعة الأكواد هتبقى عاملة ازاي؟ الكود هيبقى اسمه G30. كذا على حسب نوع الألزهايمر، كما F02. كذا على حسب severity of dementia. هنكمل مع بعض إن شاء الله guidelines جديدة مع chapter جديد في ICD-10 لحد ما نخلص كل الأبديت.